اول مره اتعلمت سواقه كان عندي 16 سنه، بابي بقى هو اللي علمني يعني. لا مش هقلب مش لحد كبير ولا حاجه ان شاء الله. فرح اختي، بحب اسمع يعني الاغاني بتاعت التسعينات واواخر الثمانينات، حاجات دي بحبها قوي. تونس بيك وانت معايا، بتونس بيك وبلاقي في قربك دنيايا. عملت حادثتين، اول حادثه كنت انا اللي غلطانه بس انا ما كنتش واخده بالي من الاشاره. تاني مره كنت انا بلف من الميدان وبعدين لقيت عربيه يعني نقل جايه من جنبي بس جايه بسرعه رهيبه وظبطتنا يعني. كان في مره ماشيه في الطريق والدنيا كانت زحمه جدا، واحد يعني بيسوق جنبي بيقول لي ده الكاوتش نايم، فروحت متصله بمصطفى قلت له مصطفى انا عالقه في الزحام والكاوتش نايم وانا مش هعرف اتحرك، فقال لي طب اركني على اي جنب كده لحد ما اجيلك، وجالي وانقذني. لا انا رخمه يعني، رخمه يعني فعلا يعني مع اللي يرخم. لا يعني ما اختلفتش وزن مش في العربية، هي بتختلف وزن في العربية بس. حاسة بسعادة وفرحة ليها طعم تاني، وموافقة يبقى الجاي في عمري مش عشاني. أنا قابلت التحدي يا ساندي، شفتي ركنت من اول مره اهو، مش زي ما انتي قلتي ان انا مش هعرف اركن، ما تفتكرينيش كيوت بقى وكده، حصل.